عكست المحاولات الحثيثة التي شهدتها الساعات الأخيرة لمنع الانزلاق نحو الفتنة في لبنان دقة المرحلة التي دخل فيها تعثر تشكيل الحكومة الشهر السابع وسط ترجمة الاحتقان المتصاعد بحادث أدى إلى مقتل مرافق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب المقرب من حزب الله والنظام السوري. الحادث وقع في خلال تطبيق القوى الأمنية قرارا قضائيا بإحضار وهاب إلى التحقيق على خلفية اعراضات عسكرية مسلحة في المنطقة تزامنت مع توجيه الأخير شتائم للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ووالده الشهيد رفيق الحريري. ليس هناك أي توتير، ليس هناك أي نقطة دم ستسقط كما سقط محمد أبو دياب، ولكن دم محمد أبو دياب ثقيل جدا. أنا بلتزم موقف حلفائي. أنا قلت وأكرر القرار عن سماحة السيد، القرار ليس بيدي الآن، لم يعد بيدي، القرار بيد سماحة السيد وليقرر هو. حادث الشوف خرق الجمود السائد عملية تشكيل الحكومة اللبنانية وسط تأكيد الرئيس المكلف سعد الحريري تمسكه بموقفه الرافض لتمثيل النواب السنة الستة المقربين من حزب الله في مقابل رفع هؤلاء سقف التصعيد، ولا يستبعد مراقبون أن يكون لهذا التوتر الداخلي أبعاد خارجية. بعد عيد الاستقلال ومحاولة رئيس حريري تلافي مصافحة السفير السوري، يعني البوق الذي تكلم بهذا الموضوع وئام وهاب مبين كشغلة خارجية، وأعتقد أنه الفلتان الأمني ليس لصالح لبنان. لذلك هذا الجو المشحون أمنيا يلي ممكن يرجع يعيد زعزعة الثقة بالقوى الأمنية لن يسمح به لا من قبل الحكومة ولا من قبل الناس. ثمة مساعي مستمرة لإنهاء مرحلة الفراغ الحكومي، إلا أن الجدار بات أكثر سماكة بعد حادث الشوف والمواجهة القضائية المتوقعة الأسبوع المقبل على خلفية هذا الحادث. الاحتقان في الشوف تعقيد إضافي أمام مسار تشكيل الحكومة اللبنانية بعد التعقيد الأول المتعلق بتمثيل النواب السنة حلفاء قوى الثامن من آذار، ما يطرح واقعا جديدا حافلا بالمخاطر يهدد جديا مساعي تشكيل الحكومة ويضع استقرار لبنان على المحك. كلودي أبي حنا الغد من الشوف جبل لبنان.